وللمزيد مشاهدينا من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد. دكتور محمد صباح الخير على حضرتك. يا أهلا وسهلا فندم، صباح النور. أهلا بيك. وبالأمس كان لفخامة الرئيس تصريح بالغ الأهمية حينما قال يعني خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية أن تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه لو هيأثر على المصريين بلاش، يعني كرجل متخصص كيف قرأت هذا التصريح في هذا التوقيت كمان تحديدا؟ طبعا هو في هذا التوقيت تحديدا، وطبعا النتائج الأزمة العالمية اللي بيمر بها الاقتصاد العالمي والمعدل التضخم الكبير، النهارده بقى في ضغط على العملة الصعبة بصفة عامة في الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر. النهارده بقى في زيادة طلب على الدولار، ده أدى إلى زيادة قيمة الدولار وضعف قوة العملات اللي في الدول الناشئة وطبعا من ضمنها مصر. فالنهارده بقى لزاما على الدولة التخلي عن فكرة تحرير سعر الصرف، وبنقول عليه تحرير سعر صرف مدار. النهارده المرحلة من لازم في مرحلة من الوقت النهارده تتدخل الدولة بزيادة المعروض النقدي من الدولار لتقليل الزيادة المضطردة في أسعار السلع الأساسية. النهاردة بتكلم على سلع أساسية بيحتاجها المواطن ويلمسها، بتكلم في سلع غذائية، بتكلم في زيت، في سكر، في حبوب، في قمح، ده كله مرتبط ارتباط مباشر بالدولار على أساس أن هو كل هذه السلع مستوردة. النهاردة بقى في ارتفاع مباغت في الأسعار ديت، فالنهاردة السعر الوقود على مستوى العالم ترتب عليه ارتفاع تكاليف الشحن. فكل هذه الأمور لو تم تمريرها بالإضافة إلى تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف زي ما بشكل اقتصادي هيترتب عليه ارتفاع كبير جدا في الأسعار إحنا في غنى عنه في الوقت الحالي. فكان لزاما على الدولة النهاردة أن هي تتدخل بشكل منضبط في تحرير سعر الصرف أو تقليل أو إدارة هذا الملف. والنهاردة بنتجه بقى إلى الملف الأهم اللي إحنا بتسعى عليه الدولة وبنشدد على إيد الدولة فيه، أن إحنا ننتقل إلى دولة عندها اقتصاد حقيقي اللي احنا بنخطو فيه خطوات او يمكن النهارده بقت وثبات، ان احنا دوله بتعتمد على الانتاج، بتعتمد على زياده التصدير، بتعتمد ان هي تقلل من وارداتها، بتعتمد ان هي المدخل الصناعي يبقى مصري كامل. صحيح يا دكتور، وهنا عايز اروح مع حضرتك لحديث الرئيس ايضا بالامس عن الصناعه، اللي احنا مهتمين بالصناعه لانها تشغيل للعماله، لانها بتحقق زياده في الانتاج ممكن تؤدي الى زياده الصادرات وبالتالي بنوفر دولار او ما نحتاجش لده. اهميه هذه الرؤيه المتكامله اللي تحدث عنها سياده الرئيس بالامس. طبعا هو النهارده لا غنى النهارده عن قطره الصناعه، بتكلم عن الصناعه، صناعه وزراعه واللي هي الانتاج بصفه عامه. طالما ابتديت انتهكت هذا النهج وابتدت فيه خطوات جديه بنشد على ايد الدوله في هذا الاتجاه. يمكن سياده الرئيس لما وضع مبادره الوصول بالصادرات ال 100 مليار دولار النهارده اعتقد ان الحلم ده كان بعيد الملال، لا النهارده بقى فيه خطوات. النهارده وصلنا العام الماضي 45، بقى تخطينا 45 مليار، اعتقد باذن الله العام دوت هنزيد، يبقى في امل ان احنا نزيد وباذن الله ما مش هي دي نهايه المطاف. لكن النهارده اللي احنا بنستهدفه النهارده اعتماد او على المكون المحلي. خلينا نقول الفتره اللي فاتت نتيجه تدرج سلاسل الامداد والتوريد على مستوى العالم حصل فطام للسوق المصري، ان مبقاش في اعتماد كبير على المكونات الاجنبيه. بقى النهارده يمكن دوت بشوفناه في قله الواردات وزيادة الصادرات المصرية. النهاردة المعدلات فيها شيء من الإيجابية، فيها النهاردة اعتماد على المكون المحلي بشكل كبير. يمكن سيادة الرئيس امبارح في إطار كلمته قال إن في ما يقرب من 140 مدخل بيتم استيراده من الخارج بما تتخطى قيمتهم 25 مليار دولار سنويا. النهاردة لو تم استهدافهم من خلال الصناعة المصرية أنا بحيي صناعات جديدة داخل مصر. النهاردة فرص تسويقها مضمونة إن طبعا هي بحتاجها بالفعل، وطبعا بتؤدي بشكل اقتصادي الى زياده نسب التشغيل، بتؤدي الى تعافي الميزان التجاري طبعا لان انا احللت منتج محلي بديل للمستورد. النهارده فكره الصادرات النهارده اللي بقت فيها نفاذيه للمنتج المصري بعد وضع ضوابط الجوده الاوروبيه بتكلفات الاساسيه، كل هذه الامور بتقول ان احنا في طريقنا الى الاعتماد على نفسنا. فالنهارده دعم مباشر من سياده الرئيس اللي بنشوف حزم تحفيزيه لزياده الانتاج وزياده الدخول في دايره الانتاج للوصول بالاقتصاد المصري الى اقتصاد حقيقي. فعشان كده النهارده بنقول في دور ايجابي جدا وفي تعامل بايجابيه مع مستجدات الاحداث، وده كله في صالح المواطن وصالح الوطن. بالتاكيد دكتور محمد البهواشي استاذ الاقتصاد بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا معلقا في هذا الملف، وصباح حضرتك كله خير.